اهلا بحضراتكم، عدنا اليكم مع فقره مميزه جدا جدا مع الاستاذ كامل محمود كامل، مدير قريه الريف العربي. قريه مميزه جدا زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو اللي اتذاع دلوقتي. قريه انا الحقيقه يعني رحت مره لان لقيت المستشفى اللي انا بشتغل فيها بتوزع كروت على العاملين اطباء وتمريض باجر رمزي قوي قوي. كل طبيب كان بيحصل على 5 تذاكر مقابل مبلغ رمزي دعم من القريه للمستشفى عشان بتقدم خدمات مميزه يعني. فانا الحقيقه خدت 5 تذاكر وزميل ليا يعني ايه تحايلت عليه وخدت 5 فخدوا بقى 10 تذاكر بتوعي بتوع الزميل. رحت الحقيقه مره وولادي راحوا مره واديت بعض التذاكر لاصدقائي، وكنت حريص جدا ان انا اقول ان اليوم الترفيهي او يوم اخرج فيه من اعباء وضغوط الشغل لمكان ده مهم جدا زي اهميته بالظبط زي الفقرات اللي بقدمها في الاطباء والاستشاريين وخبراء في فروع الطب المختلفه. فانا النهارده مشرفني الاستاذ كامل وانا سعيد بجهد شديد جدا، اداني 3 4 مواعيد وما جاش، لكن النهارده الحمد لله قدرت ان انا نحصل على زياره الاستاذ كامل محمود كامل صاحب قريه الريف العربي المريوطيه طريق شبرمنت. منور الاستوديو يا فندم. ايه الجمال وايه الحلاوه اللي احنا شايفينها دي؟ ربنا يخليك. احكي لي عن المشروع وجات ازاي فكره مشروع قريه الريف العربي. المشروع ده يعني بدا من حوالي 2009 كده، تمام. كان مشروع بسيط جدا، الحاج فكر تطويره، كان نظام خيول فقط، بس بتيجي مجموعة من الشباب بيركبوا الخيل يشربوا حاجة بسيطة، الكلام ده كله اتطور المشروع من خيل بس شوية بقى كافي شوب جنب الخيل نقدر نشرب حاجة كده. بعد كده الموضوع اتطور كمان ان اللي جاي عايز يشرب حاجة عايز ياكل اكيد فمش هيبقى موضوع بقى الخيل بس. فجت الفكره للحاج محمد اللي هو صاحب القريه، تمام، اللي هو والد حضرتك، اللي هو يعني الموضوع اتطور معاه ان المشروع ما بقاش مش هيبقى مبني على خيل فقط، ان هيبقى اليوم ترفيهي للاسره كامله. يعني كان بيجي الاب الام معاهم الاطفال يركبوا خيل كده، فالموضوع ساعه ساعتين، لا حبينا نكمل اليوم نشرب حاجه، لا طب عايزين سندوتش حاجه خفيفه، الكلام ده كله. بدأنا نعمل كافيه بسيط جنب الخيل، يبقى مشروبات حاجات سناكس بسيطة جنب الخيل. الكلام ده كان 2009 في دخول 2010. لينا جات الفكرة من النقطة دي إن في إقبال على المشروع، فكرنا إن إحنا نخلي مطعم يبقى موجود يخدم العملاء اللي جايين بطريقة كويسة. فجت بعد كده بقى إيه إن إحنا نخلي نطور المشروع من الخيول للمطعم، بحيث ان حضرتك يوميا في زيارات لهذا المشروع. طبعا طبعا جت يعني بعد كده بدل الشباب بقت عائلات. عائلات بالظبط. تمام تمام. استاذ كامل بيه انا عايزك تكلمني عن العروض اللي بتتقدم في القريه، لان انا الحقيقه لما رحت هناك كان في رمضان فانا فطرت عندكم، ولكن بعد كده سمعت من اصدقائي ان شعبان عبد الرحيم وغيره من الفنانين وكم من العروض اللي بتتقدم في القريه يعني شيء انا منبهر بيه، لان انا عرفت بعد كده ان سعر التذكره الدخول يعني يعتبر سعر زهيد جدا مقابل الخدمه اللي بتقدم. فقول لي ايه العروض اللي بتقدم بقى جوه القريه؟ هو احنا طبعا رمضان بيختلف عن اليوم العادي، لان رمضان احنا بنعتبر بنقضي نص يوم من الساعه 3 لحد الساعه 12، بيبقى وجبه فطار بس مع بعض البرامج. طبعا بنحرص دائما على عروض موجوده دائما للاطفال، لان طبعا احنا المكان مبني على العائلات والاسر، فلازم نبقى محافظين بقدر الامكان على الاطفال تبقى مبسوطه. مع حمامات سباحه، مع دخلنا دلوقتي اكوا بارك، مع مدينه ملاهي، ابراج حمام، يعني بحاول نربط من بالريف والحضر بحمامات السباحه بابراج الحمام بالحاجات اللي زي كده، علشان خاطر نحافظ على الطبيعه، نحافظ على الجو الاسري للعيلة كلها سواء أطفال سواء كبار. فبتيجي رمضان بتيجي الناس من بعد خلص شغله بيخلص حاجته بيجي يفطر، يقضي برنامج بسيط كده بعد الفطار، ينزل حمامات سباحة أطفاله ينبسطوا، يخشوا الملاهي، يركبوا الخيول،
حاجات زي كده، وبعض الفقرات طبعا بتبقى حاجات مناسبه للجو الرمضاني. انا شفت شفت ساحر وحاجات لطيفه جدا جدا. طبعا ده بيختلف عن اليوم العادي، اليوم العادي ده انت بتقضيه من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 7 اخر النهار، ده بيبقى فيه فطار وفي غدا، بيبقى فيه برنامج كامل بقى من الصبح حوالي الساعه 10 بتبدا العروض والحفلات بتاع القريه، حوالي 15 فقره على مدار اليوم. 15 فقره؟ اه انا كنت فاكر الساحر و... لا 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 15 فقره. من ضمنهم طبعا الفنان شعبان عبد الرحيم. من ضمنهم شعبان عبد الرحيم، من ضمنهم فنان تاني اسمه ماندو، فنون شعبيه برضو، اطفال بنعمل كذا فقره للاطفال سواء عرايس اراجوز الساحر للاطفال، عندنا كلاون جميل جدا الاطفال كلها بتحبه طبعا، كذا فقره بنحاول نربط بيهم عشان خاطر الزبون يبقى قاعد او العميل يبقى قاعد يبقى مبسوط، يعني اليوم ما يبقاش ممل بالنسبه له. استاذ كامل انا عايز اقول لك بقى حاجه، يعني دي حصلت مع بعض الاسر او بعض العاملين بالمستشفى اللي بشتغل بيها فيها، ان هم ما عندهمش سيارات يروحوا بيها الريف العربي، فانا عرفت منهم بعد كده يعني سالتهم رحتوا ازاي، ده انا حسيت ان المشوار بعيد شويه انه بعد شبرمنت وانا يعني ايه على شارع الهرم، فقالوا لي ده في ميكروباصات بتروح مخصوص للريف العربي الصبح، يعني ايه بقى في موقف بينادي يقول الريف العربي زي كده السيدة عيشة والتحرير ورمسيس، فده طبعا ده شهرة وقيمة كبيرة قوي، وده ثقة المواطنين في المكان. طبعا هو موضوع الموقف وموضوع العربيات والحاجات اللي زي كده دي بتيجي عن طريق الإقبال، طالما في إقبال وفي ناس بتسأل، هو الموقف موجود بينزل شبرمنت بينزل سقارة، فبقى في إقبال على السواقين الريف العربي، الريف العربي بدأت تبقى محطة مع السواقين. الله. دي تحت الكوبري بتاع المريوطية على شارع الهرم. تمام. طيب أنا عايز أسألك برضو، ساعة القرية كام زبون، يعني كام أسرة يقدروا يخشوا القرية في نفس اليوم؟ يعني بنتكلم ممكن 70 أسرة 80 أسرة. 70 أسرة. يعني 70 مثلا كل أسرة فيها أربعة مثلا؟ ممكن. يعني بنتكلم مثلا في 300 مواطن ممكن يستمتعوا بيوم بالزبط. داخل الريف العربي. أنا كنت حريص جدا على الفقرة دي، لأن النهاردة الصحة مش أدوية ولا روشتات ولا أطباء، الصحة جزء كبير منها إن أنا أشيل ضغوط العمل وضغوط الحياة اليومية الرتيبة على الأقل مرة أو مرتين كل كام شهر، بحيث إن أنا أزور مكان زي كده. هذا المكان أنا أتصوره مكان آمن للأسر وللأطفال، حمامات سباحة، ألعاب، حاجات من دي. أنا عايز برضو أسألك سؤال تاني يا كامل بيه، مساهمة منك ومن القرية، ليه ما بتعملوش اشتراكات سنوية؟ يعني أنا مثلا عايز أعمل اشتراك سنوي بحيث أن أنا أجي أربع خمس مرات هذه القرية، ليه ما عندكمش هذا النظام؟ هي النقطة دي يعني ما فكرناش فيها، بس مع ضغط الشغل اللي عندنا القرية بتعتبر موسمي. يعني بنيجي الصيف بيبقى في ضغط كبير جدا. الحجز بيبقى عليه ضغط، بيبقى الحجز قبلها باسبوع و10 ايام عشان تيجي تقضي يوم، فعشان خاطر اضغط نفسي مع اشتراكات مش هقدر. وطبعا هو هيبقى ليه الاولويه مع اشتراك. فيعني ما فكرناش في نقطه زي كده، لان الموضوع ما في يعني ما وصلتش لنقطه الاشتراك، لان هيبقى فيه عامل زياده عن العامل اللي عندي. لكن حضرتك انا اللي عرفته ان حضرتك بتتفق مع بعض الهيئات والمستشفيات والبنوك. بالنسبه للهيئات والمستشفيات والبنوك وكل الهيئات، سواء هيئات حكوميه هيئات عامه ايا كانت، بنوك دي بتبقى في حاجات بتنزل لهم وفي عروض بتنزل لهم مميزه جدا، سواء بتيجي بالجروبات سواء بتيجي عن طريق التذاكر زي ما حضراتكم جات للمستشفى بتاعتكم. انا كدا. حصلت على احد هذه العروض يعني. بالظبط. فبتطلع ده كان سبب تعرفي عليكم. طيب كامل بيه، انا عايزك برضو يعني الساده المشاهدين اللي معانا سامعيننا، كامل بيه في قبل الهوا قال لي دكتور خالد انا عشان البرنامج واشجعه، اي مشاهد هيتفرج علينا ويتصل بينا دلوقتي ليه تذكرتين مجانيين في الريف العربي، بس يسيب اسمه وتليفونه. فاتمنى من الساده المشاهدين قبل ما يخلص وقت هذه الفقره يتواصلوا معانا ومع الكنترول، ليهم كل متصل ليه تذكرتين للريف العربي مجانا، شامله الفطار والفطير المشلتت والعسل والغدا طبعا المشويات وحاجات يعني ايه على اعلى مستوى. اتمنى بس من الاعداد يحط لنا الفيديو تاني كده نشوف كده، وكامل بيه يشرح لنا هذا المكان الجميل البديع اللي برضه قريب من المريوطيه وقريب من شارع الهرم، وفي نفس الوقت يعني ايه هو جوه شويه، بحيث ان مثلا يعني محاط بقى بالزراعات من كل مكان، وده بيديه قيمه كده وجو اعتقد ان احنا كلنا محتاجينه في وسط شغلنا. الاكل اللي هناك يا كامل بيه كله مصنوع داخل القريه؟ طبعا طبعا، احنا حتى مميزين ان المطعم بتاعنا في قلب الناس، يعني اللي رايح واللي جاي اي عميل داخل شايف المطعم، شايف الاكل بتاعه بيستوي قدامه، اي حد عايز يخش في اي وقت المطبخ قدامه مفتوح، لان المطبخ معمول له نظام بابين، باب للدخول والخروج للعمومين الناحيه الثانيه، وباب للزائرين والمداخلين بيشوفوا المطبخ قدامهم.
يعني حضرتك العيش ده بيتخبز هناك قدامهم، هم الطواجن دي بتتعمل هناك، كل حاجه قدامهم. والعماله دي كلها طبعا من نفس المنطقه، من نفس المربع بتاع القريه، كل العاملين، كل السيدات الفلاحات اللي حوالينا اللي بيعملوا الفطير من الصبح، العيش، كل ده بيبقوا موجودين على الفران، والناس وهي داخله، العاملين وهم داخلين، الجيست كله هو داخل بيشوف كل العيش والفطير. كتير من الناس كلموني يا كامل بيه بعد انا ما شكرت لهم في هذه القريه، وقالوا لي الحجز صعب قوي. ايه قصه؟ انا عارف ان القريه كويسه، بس ايه قصه ان الحجز صعب؟ ما انت عايز ناس، يعني انت عامل حضرتك مشروع عشان تجيب ناس، طب ليه الحجز صعب؟ هو الموضوع مش الموضوع حجز صعب، المكان ليه طاقه معينه. زي ما احنا اتكلمنا في الاسر الموجوده، انا ليا طاقه معينه عشان اقدر اخدم الطاقه ديت، اقدر اخدم العدد ده، ليه عدد باخده، فبنقول الحجز قبلها باسبوع. اسبوع تمام. سادة المشاهدين يتصلوا بينا، الحجز قبلها باسبوع، بس احنا هناخد اوكي دلوقتي من كامل بيل، هيتصل هيبقى معاه الاسبوع الجاي ان شاء الله زياره للريف العربي. طبعا فهم. الحجز قبلها باسبوع ده بيبقى في الفترات اللي هي الموسميه، اللي هي مثلا اربع شهور بتوع الصيف. يعني احنا بنرتبط على المدارس بقدر كبير جدا، لان احنا طبعا عائلات، فاول ما بيخش موسم المدارس الجو بيهدى شويه، ممكن يبقى الحجز قبلها بيوم، قبلها بيومين، طبعا بخلاف الويك اند الجمعه والسبت لازم يبقى قبلها باسبوع. لكن في حاجه بتعملوا مبادرات مع بعض المدارس الحكوميه او الخاصه، بحيث ان هم يوم الاجازه بتاع الاطفال يقضوه جوه القريه، ولا لسه الفكره دي؟ لا، هو حاليا بالفعل يعني بنحاول بقدر الامكان في الفتره اللي هي بتاعه المدارس بنعمل عروض خاصه بالمدارس، سواء مدارس حكوميه سواء مدارس خاصه، بيبقى في عروض للحضانات، للمراحل الابتدائيه، الاعداديه، الثانويه، كل مرحلة على حسب الفئة العمرية بتاعتها بيتعمل لها برنامج، وطبعا بيبقى ليهم برضو فطار وليهم غدا. يعني المدارس ممكن تيجي عند حضرتك؟ بالفعل شغالين مدارس، وبيقضوا اليوم مع المشرفين يعني بتوعهم. يعني اليوم كان موجود في مدارس في القرية مدارس. طب ده شيء كويس قوي، يعني احنا برضو ده أولياء الأمور برضو مفروض إن هم يعني إيه في اجتماعاتهم يوجهوا أصحاب المدارس إن في قرى زي حضرتك وغيرها مهم قوي إن الأطفال يغيروا جو فيها. ناخد اتصال. يا هلا، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مين يا فندم معانا؟ معاكم منية. اهلا وسهلا يا استاذه منية. من فين يا استاذه منية؟ من عين شمس. عين شمس، اهلا وسهلا. ليكي تذكرتين يا استاذه منية لو انت بتتكلمي بخصوص البرنامج الريف العربي. عايزه استفيد من الهدايا اللي حضرتك قلتوا عليها. استاذ كامل اهو مع حضرتك وهيجي لك الدعوه بنفسه. استاذه امنية عايزه تيجي؟ طبعا تنورنا، وتحت امرها، بس تسيب اسمها ورقم موبايلها. تمام، ونرجع نتواصل معاها وناكد لها الحجز ان شاء الله، وتاخد رقم حجز بالليل. استاذه امنية معانا، حضرتك سمعانا، محتاجين بس تمام رقم التليفون تسيبيه في الكنترول والاسم عشان ناكد الحجز، وهتاخدي ارقام الريف العربي تاكدي معاهم الحجز. اهلا بيكي. لسه معانا اتصالات ثانيه، يا ريت نلحق عشان قبل الفقره ما تنتهي تستمتعوا بالزياره للريف العربي. كامل بيه، انا سعيد جدا ان حضرتك معايا النهارده، ولكن احنا خدنا اتصال، ناخد كمان اربع اتصالات مش هيقدروا يجاوبونا عشان الهواء بتاعنا بيخلص، ولكن هيسجلوا في الكنترول ونتابع مع حضرتك. يبقى النهارده خدنا خمس دعوات بعشر افراد في الريف العربي ان شاء الله. تستمتعوا بهذه الاجازه مع كامل بيه، هو الداعي الرسمي لهذه الدعوه لحضراتكم، ويبقى بعد كده ان شاء الله نرتب ان دايما يبقى في عندنا يوم كل شهر شهرين نروح مكان زي الريف العربي. ألتقي مع حضراتكم إن شاء الله الأسبوع بعد القادم، لأن الأسبوع القادم عندي مؤتمر في خارج القاهرة. الأربع الجاي إن شاء الله مش هقدر أقابلكم، أقابلكم الأربع اللي بعده. نستمتع بالريف العربي وألقاكم على خير بإذن الله الأربع بعد القادم إن شاء الله. السلام عليكم. على أعلى مستوى الأكل لطعم تاني، أكلات مش راح تنساها، الأكل هناك هتاكل كل صوابعك وراها، هناك هتاكل كل صوابعك وراه، كل صوابعك وراه، كل الأطفال هتلعب في أماكن خاصة ليهم، ألعاب أشكال وألوان مش هتلاحق عليهم، ألعاب أشكال وألوان مش هتلاحق عليهم، مش هتلاحق عليهم، في الريف العربي هتفرح وتفرح أسرتك، مكان ليه شكل تاني هيفرح حضرتك، مكان لشكل تاني هيريح حضرتك ويفرح حضرتك، القعدة هناك جميلة وأكيد هتحبها، لو رحت مرة واحدة على طول هتروح لها، لو رحت مرة واحدة على طول
سلمات ملاهي كله هناك هتلاقوه، والريف العربي فعلا قوامها تحبوه، الريف العربي فعلا قوامها تحبوه وقوامها تحبوه، موجود في المريوتية في طريق الشرماني، قريب ليك وليا من غير ما تسأل حد، بحبه ليه؟ انا عليا غني وانتو